مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة مع العالم الأجمل وعالم الأطفال. أكيد نور، رح نروح للقلق يلي هو حالة ممكن ترافقنا خلال حياتنا وممكن تظهر ملامحها عند الإقدام على خطوة جديدة، فممكن يكون حافز لتجربة جديدة أو ممكن يتخطى الحدود الطبيعية لحالة مرضية تتحول لعائق فيما بعد. واليوم بمساحتنا الاجتماعية رح نحكي عن القلق، لكن عند الطفل ما هي أعراضه ومتى يمكن أن يتحول لمشكلة لابد من إيجاد حلول لها. معنا اليوم ريم سعد، أخصائية في مجال التربية الخاصة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك ريم. لما نقول يمكن بالبداية طفل وقلق، غريب الموضوع شوي، يعني خلينا نفهم للمشاهدين أكثر مفهوم القلق عند الأطفال شو هو، ومن أي عمر يمكن فينا نقول إنه هيدا الطفل قلق أو عنده قلق؟ تمام. هلا غالبا نحن بنشوف القلق، مفروض ماما بالبيت تحس إنه مثلا ابني بخاف زيادة، بيقلق من الوقت، بيجينا نحن ضيوف غريبين بحب ينزوي، دائما متوتر. احيانا نحن شيء بسيط بيفصل بين الحركه الزايده عند الطفل والمظاهر القلق، اللي هي الحركه الكتيرة بتكون عند الطفل عنده قلق. ممكن يكون اكله معنه كتير جيد، نومه بيكون معنه كتير جيد، في كوابيس بالليل، اجتماعيا ما بنحسه قادران انه يقدم او يعمل علاقات جديده اجتماعيه. بنلاحظ عده مظاهر، بدها شويه مراقبه، ممكن احنا نلاقيها عند كل الاطفال، بس في اطفال وماما يعني دائما الام هي نظرتها عن طفله ما بتخيب، فهي المفروض اول حدا بيحس انه ابني عنده 1 2 3، انا لازم راقبهم اكثر حتى خلاه يتخطاهم ويفوت. مثلا بكره نحن بنفوت على مدرسه على روضه، يكون قوي قدران يعمل علاقات اجتماعيه بشكل صحيح وما يكون انسان كثير حذر او عنده قلق عن باقي الاطفال. تماما. يعني ريم، دائما نحن كحدا شاب او كبير بنعاني من القلق، كيف الصغير قديش بتجي صعبة عليه وحتى على أهله؟ يعني منشوف الطفل بحالة غريبة من نوعها، حتى مثلا ممكن عم ينام ويفيق، يمكن كثير احيانا بنشوف هيدا الحاله عند الاطفال المصابين. ما هي الاعراض يلي فيها الام تتداركها انه صاب الطفل قلق؟ شو هي الاعراض اللي بتظهر لتعرف الام؟ مو كل الامهات احيانا بيحسوا، بيكون في شيء غريب بس ما بيحسوا. تمام. هلا غالبا نحن كتربويين بنلاحظ القلق عند دخول طفل للحضانه، لدور الحضانه، بكون تعلق كثير بالاهل، نوبات البكاء او الصراخ او الغضب يلي بتكون يلي هي ناتجه عن القلق غير مفسره. هلا غالبا بيكون الطفل ناشئ ببيئه، نحن عندنا قلق ممكن هو له عوامل وراثيه وقلق مكتسب من طريقه الحمايه الزايده عند الاطفال. كيف يعني حمايه زايده؟ يعني دائما انا بلبي متطلبات ابني وبقدم له اياها حتى من قبل ما يطلبها، فالطفل بيشعر بهو انسان او شيء عاجز عن انه هو يقدم او هو يشتغل او هو يعمل شيء او يقدمه لنفسه، فدائما في ماما في حدا بالبيت انا عم يدبر لي اموري. وقت انا يكون عندي هذا بدي ادخل على مرحله جديده وماما رح تتركني وتضيق ظهرها وتمشي، فانا هون عندي قلق يلي هو الشيء انا يمكن مع فسره. مع دخول عالم جديد للطفل هون تمام. القلق بيولد، يعني مع مثلا الانفصال بالروضه او بالمدرسه او تمام. يمكن لما يتعلم شيء جديد هون بيولد القلق عند الطفل فينا نقول. تمام. هلا ماما بتقول انه قبل ما يدخل الطفل على دور الحضانه انه متعلق فيني كثير، مرض لحالي انا وياه بالبيت، ما بشوف غيري. تمام، حلو كثير هي التعابير، بس هي لا، ما أنا هي الحقيقه، ما أنا هذا الشيء الاساسي بتصرفات الطفل طبعا. يعني تفسير ماما ممكن ما يكون صحيح. هلا وقت بيكون الطفل وقت بيدخل على دور الحضانه بتفسر لهم انه ما أنا مرتاح، وفي امهات او عائلات بتبدل دور حضانه انه هون ما كان مرتاح، هون بده معامله الطف و و. هلا غالبا نحن وقت انا بنلاحظ عائله عندها هذا الاحساس بهذا الطفل، هلا دائما نحن القلق عند الطفل مشتغل عليه بياخذ معنا اشهر، هو ما انه وليد لحظه وبيروح، بياخذ معنا كثير شغل، بس اول شيء مشتغل على العيله على الاهل، بنحسس نحن الاهل، الولد بياخذ شعور ماما بيمتصه، فاحساسها بانه هي جايبته على مكان وخايفه، هو حيولد عنده خوف ما انه عارفان ليش شو سببه بتحسسه. تمام. وانه انتبه ولا توقع وكل اللي معك واعمل وساوي، فهذا الشيء بيخلق كثير هالملاحظات. تمام. هي كثير سبب اساسي كمان انه الولد حتى يفقد ثقته بنفسه
تمام. او يمكن الاهل بيولدوا القلق تماما من خوفهم الزايد احيانا. تمام خلص تتركيه يلعب تركيه ينط حتى يوقع. شو رايك بهيدي القصه؟ تمام. هلا الشغل هون بكون عند ماما مشتغله عليها من قويه منيح من ارجيه بعطيها انا بنعطيها مساحه انه جربي. يعني انا دائما بطمن الامهات انه فيك تقعدي معه فتره منيحه بدور الحضانه تراقبيه وتاخدي معك تحكي مع المعلمات تبعونه يحس انه ماما رفيقه هدول الاشخاص هي بتقدر تتواصل معهم بكل اريحيه. ماما بتقدر تكون معي وانا عم بلعب انا عم بحكي مع رفقاتي. تدريجيا الطفل بصير عنده بيئه امنه. حلو. بصير الانفصال اسهل. ماما بتحس انه لا انا ما في مشكله اتركه حتى لو بكي شوي او حتى لو كان مزعوج. ففي ناس انا مامنه انه ابني عندهم اخصائيين او معلمين هن حيقدروا يتعاملوا معه بطريقه كثير لطيفه ويفصلوه عني بطريقه امنه. يعني هلا في يعني في يمكن مسؤوليه على الاهل وفي اخطاء شائعه من الاهل بس يمكن المشاكل بتولد مع الولد الاول لانه الام ما بتعرف كثير من التفاصيل. تمام. فلهيك الولد الاول بيكون بالنسبه الى عالم اخر. بالولد الثاني او الثالث بتتجنب كثير من الامور لهون بنلاقي يمكن المشاكل بتكثر ان كان قلق اهتمام زايد. تمام. تعلق زايد بالام. تمام. لانه كونه ماما جديد فهي حتخاف كثير على البيبي. فدائما اي شيء خارجي او اي مصير احيانا حتى من عائلتها ومن اهلها بتكون حريصه. صحيح. انه انتبهوا وقت تحملوه انتبهوا وقت تلعبوه. هذا الشيء هو اللي بيولد مثل ما حكينا اول شيء انه الطفل بحس انه هو ما انه قادر ضعيف. هو كائن ضعيف فما انه قدران يقوم بهالمهمات اللي ممكن اي حدا يعملها بكل رياحه وسهوله. من هون بتخلق القلق. هلا عن الطفل الثاني او الثالث ممكن نحن نلاحظ القلق ممكن يكون كثير عامل وراثي. هذا بيلعب دور عالي عنا. نعم. يعني وراثيا هو شيء عالي نحن بنشوفه. تمام. ممكن نحن وقت ما ننجح بالطريق السلوكي وغالبا طفل عنده قلق نحن يعني بنعالج احيانا كثير عن طريق الدواء لانه بنوبه القلق او الغضب اللي عند طفل الناتج هو ما بيقدر. تمام. ما بيقدر يستوعب منا اي شيء منطقي او اي حديث للتطمين او للتهدئه. ما بيقدر الطفل يستوعبه. اذا ما قدرنا نتجاوزه هذا الشيء بطريقه سلوكيه فنحن بنلجا للطبيب النفسي بالطرق الدوائيه لتستقر حالة الطفل. نقدر نحن شوي شوي ندخل على العلاج السلوكي بنوقف الأدوية تدريجيا بصفى. بس العلاج السلوكي بيصير عند الطفل يقدر عنده يكون محاكمة انه لا وبعلمه انا بنفس الوقت شيء اسمه حل مشكلات. تمام. يعني انا بعطيه استراتيجيات اللي هي السلاح تبعه لحتى يتجاوز مرحله القلق اللي عم بيعيش فيها. نعم. طبعا هذا الشيء كمان بعلمه للعائله اللي انا بعطيه استراتيجيات انه هي كيف ترسخ هاي الامور بالطفل وهي عن نفسها عند ماما او عند بابا انه يخف عندهم هاي المظاهر اللي هي القلق. تمام. هيدي الخطوات اللي تحدثتي عنها ريم. خلينا نفوت بتفصيل العلاج السلوكي بداية من المنزل وحتى من المدرسة بتلجأ له الأم تحكي مع المعلمات انه كمان يساعدوها في بهذا الشيء. طبعا بعد ما يوصل الطفل للمرحلة المرضية. خلينا نحكي عن الخطوات نفوت بالتفصيل شوي صغيرة. تمام. هلا بعد ما نشتغل مع العائله وتكون في امان يعني ضروري كثير تحس العائله والطفل بالجو الامن اللي هو لانه بيخفض القلق اكيد. مبدئيا نحن من اول شيء بنحكي للولد يعني انا ممكن مثلا في عنا بنبعث بمهمات بسيطه ممكن يروح على صف ثاني انه يجيب شيء نوصي مثلا جيب معك شيء او قول للمعلمه انه تعطيك او خبرها بهذا الحديث. ممكن يكون ما في تجاوب الفترة الأولى فأنا دائما بكون بخلف طفلي يعني مو أنا بمسك طفلي وإيده وأنا بكون قبله لا وحتى أخفض قلق أنا بخليه هو بالواجهة وأنا بكون من وراء يعني شيء مبدأ اسمه حماية عن طفلي يحس إنه في وراء سند بس هو بعيد عنه ما عم بيحركه بشكل كامل لا. وبنفصل بقى بالتدريج بنبلش فصل. طبعا هاي الفصل بياخذ معنا أشهر هو شيء طويل ما إنه شيء بمدة قصيرة أنا ممكن أفصل الولد. دائما المساجات اللي هي بتكون على جسم الطفل اللي هي بتخليه يسترخي بالخاصة الأطفال بشوفوا كوابيس الأطفال بيكون عندهم توتر أو شيء نحن بنسميه تواتر بالعضلات. مساج للطفل الصغير. تمام. أي مساج فهو كتير المساج. تمام. تدليك للجسم تدليك بالحياة مستخدم الطابات الإسفنجية. نعمل ضغط على أجزاء الطفل جسمه طبعا الضغط بالإيد الحمامات الدافئة اللي نحن فيها زيوت العطرية اللي هي كتير بتخفض وبتخفف هاي حالة لا يعني بتخلي الطفل ينام مرتاح. النوم الهادئ والمريح عند الطفل وقت ما يكون في كوابيس وهو يكون ساعات متواصلة وقت بيكون الصبح بيكون مرتاح بيكون رايق.
قدران، غير الطفل اللي بيكون مزعوج بنومته وفايق، نحن بنسميه بالعامي معكر او ما انه قدران يستوعب، وفوق ماما رح تتركني وتروح. فلا، بنبلش بهي التفاصيل الصغيره، بلش علم شو اسمه حل المشكلات، يعني النقاشات البسيطه من ابسط شيء، انه انا مثلا تاخرت عليك، انت شو ممكن تتصرف؟ انت انا رح ابعت معك قصه، عود اقرا بالقصه، او حبعت معك لعبه انت بتحبها بالوقت اللي انا حتاخر فيه، انت عود لعب مع هاي اللعبه، او انا رح اعطيك معجون او بليدو، يعني العب فيه، اعمل اشكال انت بتحبها قبل انا ما اجي يصير هذا الوقت. وبلش انا من البيت اتركه، طبعا ممكن عند والده، ممكن عند بيت جده، واعطيه مهمات، واعطيه انه انت اعمل هيك انا قبل ما ارجع، وبصير بطول المده. مع تطويلة المدة غيابي فهو قدران انه يعتمد على حاله ولبي احتياجاته، رفعت حسه بالمسؤولية، فكتير بيكون عندي خفض القلق صار بطريق منظم وسلس. ريم، بدنا نشكرك على وجودك معنا، أخصائية في مجال التربية، شكرا لك وعلى النصائح اللي قدمتيها للمشاهدين. أهلا وسهلا. شكرا لك ريم. أكيد إن شاء الله يا رب بنلتقى بمواضيع تانية بتهم كل الأمهات، وأهلا وسهلا. أهلا فيكم. هلا.